السلام عليكم، تحية نضالية لجميع الأحرار واللي بكم خوتنا صحراوة أزول خوتي الأمازيغ. واش راك ولا كيف راك بالنسبة للجبالة؟ ما علينا هكذا كنت معنا وحدة في التسليمات عاوتاني. المهم الفيديو ديال اليوم غادي نهضرو على المسألة ديال من مور ما كنسمع بزاف ديال الناس كيبداو يقولوا انا كنت في الاسلام وكنت ملحد وليت رجعت للدين مثلا ولا كنسمع واحد العدد كثير ديال الناس كيبداو يقولوا يعني ان علماء يعني دخلوا للدين والى اخره، وهذا كله غير صحيح الخوت. وانا غادي نفسرو وغادي نشارك معكم حتى تجربتي انايا من مور 50 عام وانا كنت كنامن يعني، واليوم وليت ما كنامنش بهاد المسائل، لان راه ماشي هادي بعدا راه امبوسيبل، شي مازال راه ماشي اي واحد خرج من الدين الا هو كيولي ملحد. هادي هي الاولى بعدا، لان الناس كتخرج مثلا من الاسلام وكيل كيلتجأ الى ديانات اخرى مثلا المسيحيه او اليهوديه او البوذيه او سميتو، ولا كيولي امن بلا لوا دلاتراكسيون مثلا، ولا كيكون مثلا ما كيامنش بالاحاديث و كيسميه قراني، كيامن غير داكشي اللي مكتوب في القران يعني، او كيولي ربوبي مثلا، انه كيامن بوجود ان هناك خالق لهذا الكون، ولكن هذه الديانات اللي كيسميوها الديانات السماويه هي لا تعبر عن إرادة الخالق. يعني كاين بزاف، ماشي الانسان غير كيجي وكيولي ملحد كوم صا، لان كنشوف شي وحدين زعما حتى انا كنت ملحد وهو راه مسلم يعني مسلم عاصي كيكمي ويشرب وما نعرف شنو ما نعرف كيولي كيصلي وداك الشيء، كيتسحب ليه راسو راه صافي هذاك هو الالحاد وهذاك هو الرجوع اليه، لان امبوسيبل امبوسيبل الناس اللي كتخرج من الدين الاسلامي انها باقي تعاود تطلق شي خرافه كيف ما بغات تكون. مازال الا كان الانسان لا ديني، ما عندوش دين ديجا، و ما نعرف كيحس براسو، لان الجانب الروحاني في الحياه اليوميه ديال الانسان هو كيلعب واحد الدور كبير بالنسبه لواحد الفئه من الناس، ماشي كل شيء، لان كاين اللي كيقدر يعيش بدون ذاك الجانب الروحاني، كيما الاب بالمسؤوليات وانه كيرد، لان حتى الانسان لما كيخرج من الدين وداك الشيء ما كيبقاش يرد دائما كل شيء الى الاله، بل كيولي هو اللي كيتحمل المسؤوليه ديال اي حاجه كيديرها ولا هو مسؤول عليها مباشره. اذا اليوم بغيت نتشارك معكم هذه التجربه ديالي انا ديال 50 عام، وانا كنت انسان كنامن وكنت فعلا كنامن. اولا هاد الملاحده ولا هاد الناس اللي خرجوا من الدين راه ماشي غير كيجيو وكيخرجوا من الدين هكذاك، هذا اولا، وعمرهم ما كيمشيو يقراو داكشي ديال الاسرائيليات اللي كتسميوه نتوما، ولا انهم ممولون من الماسونيه وديك الهضره، هذه هضره خاويه ما. يعني لان راه كلشي عندك في الدين، يعني كلشي عندك في النصوص، خاص العقل فهمتيني اللي كيكون مغيب، لان كيف كنت قلت لكم مرارا وتكرارا يعني واحد العدد من الجرائم هي جرائم جرائم هي، ولكن الى عطيتيها الغلاف الديني كتولي نورمال، كتولي مزيانه ما فيها شي حاجه. ولهذا شحال مره كنضطر انني مثلا نعطي مثال ديال راجل مثلا عنده 54 عام، خدا بنت ديال 9 سنين دخل عليها، وهذه راه سميتها لا بيدوفيلي، وهنا راه ما كنسبش انا شي واحد، يعني اي واحد دارها الا راه بيدوفيل، وهذا نعت وصف لحاله ما. بينما كيتصحاب اليوم المسلمين انا راه كنسبهم ولا انا راه كنكرههم ولا انا ما باغيهمش، ولا مع العلم ان راهم المسلمين راهم عائلتنا وحبابنا وخواتاتنا، وحتى حنا راه جايين من الاسلام ومن الناس اللي هي مسلمه وإتسترا، وهاد الناس كلها خدات الدين عن طريق الوراثه، يعني يعني حتى لما ملي كترجع دير البحث التاريخي مثلا كتلقى بان الناس راه ما دخلتش الدين عن قناعه، الناس كانت مفروض عليها تدخل للدين، اما تسلم تسلم ولا غادي يقطعوا لك راسك، ولا الا كنتي من اهل الكتاب غادي تخلص الجيزيه،
ماشي هي الزكاة الجزية، فرق كبير ما بين الزكاة والجزية، وأنت صابر وأنت مدلول بمعنى. واحد دقيقة شي حد صون عليا في الباب تاع عبد الكمال، أعتذر كان عليا باش نوقف الفيديو لأن جا شي حد صون جاني واحد الباكور، معليش ماشي مشكل. ما عرفتش فين كنت ولكن نحاول نكمل. مسألة ديال عفوا. إذا مثلا الناس فاش كتبغي تمشي، هاد الناس اللي هما خرجوا من الدين وهما عمرهم ما مشاو يقراوا على الدين باش يخرجوا من الدين، هي الأولى بعدا، بل كلهم كيمشيو يقراوا تقربا من الإله، فهمتيني، كيبغيو يفهموا دينهم. كيسمعوا، حتى انا ما قبل ملي كنت كنسمع مثلا محاضرات ما بين مسلم ولا ديني ولا ملحد ولا هذه، كنت دائما كنتسنى يعني فين المسلم غادي يفرشخ ليا الملحد، فهمتيني، وكنلقى نتسنى نتفرج وداك الشيء، وكنلقى بان مثلا الملحد او الديني عارف الدين احسن من هذاك المسلم، لان كنلقى مثلا الملحد كيقول ليه في الايه الفلانيه سبب نزولها اش كتقول كذا وكذا وكذا وكذا، وكنبقى نتسنى متشوق ان المسلم يعطي علاش كيدور، كنلقى المسلم كيجاوبو بشي بعدا، ديجا المسلم بصفه عامه فاش كيجي يجاوب يعني كيضيع بزاف ديال الوقت في ديك بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا، كيجبد لك مسكة في كوميرة فيها شحال، فهمتيني، ديال الوقت حتى في المناظرات أو المحاضرات أو أي حاجة، إلا هو الجواب ديالو ما كيكونش مقنع، وغالبا ما يلتجي إلى السبان، كيبدا يسب في هذاك اللي هو لا ديني ولا هو فهمتيني ربوبي أو اللي هو خارج من الدين، علاش؟ لأنه هو إنسان ما بقاش كيآمن بداك الشيء اللي أنت كتآمن به. هذا هو الفرق بينك وبين يعني الانسان اللي كيامن والانسان اللي ما كيامنش، صافي هذا هو الشيء اللي كاين. بيان سور كاين حوايج اخرى مي غنطرق لها بشويه بشويه، لان كيبدا يحمل المسؤوليه بزاف على راسو، بينما الانسان الاخر هو معول على الله وتيمشي عند الله والله اللي غادي يخلصو والله اللي هو كيكمي والله غيعفو عليه، تجلس تكمي وضرب في الجوانات ودير في داك الشيء اللي بغيتي وصافي، راه الله اللي غادي يحبس، يجي يحبس عليك الكار ويحبس عليك الجوانات ويحبس عليك ما نعرفش. اذا طريقه التفكير ونمط عيش اللي هو في شكال والى اخره، وهذا لا علاقه له بنعس مع امك ولا نعس مع اختك ولا نعس مع باك، لان هذا الشيء ما يرددونه هاد الناس اللي مساكن ما فاهمين والو في الدين ويعتقدون ان دينهم ولا داك الشيء اللي كيديروا في الدين راه هذاك هو الدين، بينما راه قلت لكم يلا تكرارا علاش كنسميهم انا المسلمين، لانهم لا علاقه لهم حتى بالاسلام، فهمتيني، راه الاسلام ماشي هو الصوم وصافي، الاسلام راه منهج حياه وراه بزاف تطبيق السنه والشريعه، راه كنقول لكم يلا تكرارا شي ذاك السلفي اللي كيمشي فرقع راسو الا قال هو مسلم جات معاه وهذاك مسلم بصح انا كيطبق داكشي اللي عنده في النصوص ديالو. اما الاغلبيه ديال الشعب المغربي و ما بعيد كل بعد لا على الدين ولا التديجون ولا لا، فهمتيني، والدوله مستغلتها هي هذه المسائل، اماره المؤمنين قداشنا هي عندك في المغرب كتضحك على العقول البسيطه الضعيفه بالدين، واصلا حتى تاريخيا الدين راه كان دائما استعمل من اجل اخضاع الناس الى السمع والطاعه وفهمتيني وينظمهم في واحد الاطار معين والى اخره. اذا اولا بعد الاحاديث الضعيفه احنا ما كنضروش بها بتاتا، فهمتيني، وهذا السؤال كنطرحه مثلا، بما انها هي احاديث ضعيفه علاش مخلينها؟ علاش ما حيدوهاش؟ انا ما فهمتش انا علاش ما بغيتش نحيدوها ومخلينها كومسا. هذا السؤال كيتطرح مثلا، خليو غير ما هو صحيح مثلا. اذا في الاحاديث الصحيحه مثلا كتمشي كتقرا كتلقى مثلا الرسول عنده قوه ديال مثلا في النكاح ديال موطور 4000 شيفو ولا ما نعرف شنو،
فهمتيني، كتبدا تشوف شي حوايج اللي سميتو، دونك كتبدا تبحث على شكون هذاك اللي دار دوك الاحاديث. ملي كتمشي تشوف مثلا البخاري اللي هو يعتبرونه المسلمون انه اصح كتاب من نور القران، البخاري هو مسلم طبعا، كتلقى بعدا البخاري هو جاء ب 200 سنه على الحقبه اللي كان فيها الرسول ديالنا بعدا، دونك ما عاش مع الرسول، والاصول ديالو من اوزبكستان، يعني ماشي حتى عربي، ما كيهضرش اللغه، فهمتيني؟ والاحاديث كلها عباره عن عنعنات، كنسميوها العنعنه، بمعنى عن فلان قال لفلان، سمع من فلان، عن فلان دار فلان، هذه كتلقى دائما واحد 6 ولا 7 8 ديال العنعنات. عاد الحديث، وحنا كتعرفوا يعني شحال من حاجه دابا نيت نقدر نقول واحد الكلام، وهذاك اللي كيسمعني يقدر يفهمه هو بطريقته الخاصه، وغادي يبدل ليه حتى يعني المعنى ديالو. فما بالك ملي كتمشي كيمشي هذاك السيد مثلا وغادي يعاود ذاك الكلام لواحد اخر وواحد اخر وواحد اخر، الا وراء كيولي كلام اخر فهمتيني، بعيد كل البعد على ذاك الشيء اللي هو سميتو. اذا هنا ملي كتشوف واحد العدد، وهناك حتى احاديث تسيء الى الرسول، انا ما فهمتش حتى هذه علاش باقيين مخلينها. وكاين الناس، واحد الناس مسلمين اللي الله يضل هذا الشيء، مثل ميزو، مثل واحد ما شفتوه حتى في المغرب، هذاك مثلا هذاك السيد اللي كتب كتاب على البخاري وسميتو، راه الكتاب تمنع في المغرب فهمتيني، وفي نفس الوقت يعني غادي يكون محظور وغادي يلقى مشاكل والى اخره، لان هما ما يقدروش يحيدوا البخاري، لان كاين واحد العدد كثير ديال الاشياء جابها البخاري، مثلا طريقه الصلاه، كيفاش توضا، كيفاش هذه، كيفاش هذه، راه داك الشيء ما مكتوبش في القران، بل مكتوب في الاحاديث وفي سميتو. دونك هنا الانسان فاش مثلا كيفهم بان هذيك الاحاديث راه فيها واحد العدد كثير ديال الاشياء اللي هي في شي شكل، كيقول اوكي انا ما غاديش نبقى نحيد عليا هذه الاحاديث، انا كنولي قراني، كيولي هو ديك الساعه باقي الانسان مسلم ولكن قراني، كيامن غير بداك الشيء في القران صافي. دونك ما كي وهنا فين كيتبدا يعني لان هو الالحاد باش الانسان من انسان يعتقد الى انسان لا يعتقد، راه كيدوز من مراحل كثيره، ماشي اجي نوض الصباح كومسا، وكل واحد شحال كيطلب ليه هذا الشيء اللي غادي نقول دابا، راه كاين اللي كيطلب ليه حتى 16 عام ديال البحث، 20 عام، 24 عام، كاين اللي في شهر جمع وطلع، كل واحد على حساب القدرات ديالو، يعني هو كيفاش دار، والبحث ديالو كيفاش دار، اتسيتيرا اتسيتيرا. اذا فاش كيولي الانسان قراني كيامن في القران كيف قلنا وصافي. اذا هنا فاش كتجي القران كتلقى فيه مصائب كثيره، دونك هنا كيبدا البحث الديني والبحث التاريخي مقارنه مع ما هو ديني، والبحث العلمي مقارنه مع ما جاء في الدين. دونك هنا بالنسبة للبحث التاريخي فاش كترجع يعني هذه 1400 سنة، كتلقى أصلا بأن هذيك الكعبة راه حسب يعني الأحاديث وحسب القصص وحسب ما جاء في القرآن وحسب يعني راه ماشي هو هذاك المكان أصلا. علاش كيهضر؟ لأن الكعبة راه كانت في البتراء في الأردن بالمواصفات اللي، وهذا الشيء راه يعني راكم تقدروا تمشيو تبحثوا فيه، لان هذا راه كلام ديال مؤرخين تاريخيين، و يعني حتى السعوديين، المؤرخين السعوديين والباحثين السعوديين في الاثار وسميتو، راهم بفمهم كيعترفوا بان كيحفروا الساس ديال دوك العمارات ناطحات السحاب، يعني راه عندها ساس قداش ما هو تحت الارض، راه كيفوت 50 و 60 و 70 متر فهمتي، وباش وما كيلقاو حتى شي حاجه، يعني ما كيلقاو حتى حفريه ولا شي كاس ديال الطين ولا شي حاجه اللي كيعود لديك
الفتره، بل يعني اصلا كيقول لك بان مكه ما كانتش في طريق القوافل بتاتا. هذه 1400 سنه الكعبه راه ما كانتش تما، الكعبه حولوها العباسيين من مور ما تعاركوا مع الامويين وسرقوا لهم الحجر الاسود او الاسعد وداوه لمكه وتما فين بناوها والى اخره. اذا هنا ديجا البحث التاريخي كيبدا يبين لك بان راه شي حاجه ماشي هي هذيك. مورها كدوز حتى في البحث الديني، انك كتولي تبغي تفهم شي حوايج اللي هي في الدين وكتجيك شي شكل. يعني مثلا نعطي امثله، مثلا الدين يتحدث لنا عن المساواه وعن العدل والى اخره، ولكن راه كيفاش كتمشي تبحث في العدل يعني في اين هو العدل في الدين؟ ما كتلقاش، لان هناك العبد المسلم والسيد المسلم، وهناك المرأة الحرة، وعندك هناك السبية، فهمتيني، وكلهم مسلمون. وهناك حتى أحاديث أن لا يقبل إسلام العبد إلا مشى تهرب لمولاه، فهمتيني. دونك هنا ديجا فينا هو العدل ما بين الناس، وفينا هو المساواة ما بين الناس. أنا تفهم واحد الناس بزاف غادي يجيهم هذا الكلام كيتخ في إشكال، لأن فعلا هذا الشيء راه ما غيقدروش ليك، وعمرهم ما قراوه علينا حنا في المدارس، وما يمكنش يقريو عليك. ما دائما عطاونا هذيك الصوره الجميله بحال فيلم الرساله على الاسلام، ولكن الاسلام راه ماشي هو هذاك، لان فاش كتمشي تقرا عليه تاريخيا وحتى دينيا كتلقى بان الاسلام هو راه جا بالسيف. يعني الناس راه ما دخلتش عن اقتناع، مثلا الناس دخلت غير خوفا. ولهذا فاش كان من مور ما مات الرسول وكان خرج المقولة الشهيرة ديال أبو بكر الصديق، ديال من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات، ومن كان يعبد الله فمن الله يموت، راه تما خرجوا من الدين أعداد كبيرة من المسلمين، فهمتيني، لأن كانوا هما داخلين خايفين خوفا، وتما مرة غادي تنوض حروب الردة وإلى آخره. لأن دونك ديجا الدين وحتى ما سموه هما بالفتوحات الاسلاميه هي كانت غزوات، وكانت الغزوات هي دائما حتى في عهد الرسول، يعني راه في تقريبا واحد يعني راه شي 30 غزوه في 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 ظرف يعني ميم با عامين، راه كانت كلها تقريبا شهر غزوه لشي بلاصه. وما معنى الغزوات؟ الغزوات كان كتمشي عند الناس اللي هما ما قاصوا ما داروا لك حتى شي حاجه، صافي كتستولي لهم على الاراضي ديالهم وتاخذ لهم رجالاتهم تقتلهم الى 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 وقفوا ضدك ولا شي حاجه، واللي ما وقفش غادي يولي عبد، وينكحوا لهم عيالاتهم كيوليو سبايا وملك اليمين، ويوزعهم ما بيناتهم هما ولادهم. وكان ما يسمى بسوق النخاسة، يعني سوق يباع فيه البشر. إذا هنا أين هو العدل في هذا الإسلام الخوت؟ يعني كاين أشياء كثيرة اللي كتخليك أنك تبدا تقول ما يمكنش أنا عندي فكرة أخرى على هذا الدين، وماشي هادشي اللي قراوني، وملي كنجي نبحث كنلقى هاد المصائب. اذا كاين شي حاجه اللي ماشي هي هذيك كالكو باغ يعني والى اخره. كاين عدد موراها كدوز للبحث العلمي، حتى هو في البحث العلمي تما انا فين تصدمت مزيان، لان في البحث العلمي كتولي تلقى مثلا اشياء اللي ما غيتقبلهاش العقل بتاتا، ويا ريت كون جاوبوني عليها واحد العدد كثير ديال الناس، منهم اللي كاين اللي دار عليا فيديو وبقى واحد اللي مسكينه في ديك الشمس الثابته، وراه الشمس الثابته بارابور الكواكب راه دائما هي اولي اون سونتر بلوس، ولكن راه المجموعه الشمسيه راه كلها المجره كلها راه غاده، هذه راه ما 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 يعني جلال الكون راه دائما غادي كيتوسع من البيج بانج يعني، وراه باقي ولكن القران راه كيدوي على ان الارض مسطحه، كيهضرش على انها كرويه او بيضاويه. القران كيهضر على ان مثلا الشمس هي التي تدور على الارض وليس العكس. علاش؟
لانهم كانوا كيشوفوا الشمس كتشرق من لهيه في النهار في 12 نهار كتولي لهيه شويه كتغرب من لهيه. اذا اعتقدوا بان الشمس هي اللي كتدور وليس الكره الارضيه هي اللي كتدور على سميتو. الشمس تغرب في عين حاميه بمعنى دابا حنا في المغرب ملي كتغرب من عندنا الشمس واش الامريكان كيبقاو لا شمس؟ ممكن شي واحد يقول لنا فين جات هاد عين حاميه؟ شويه كتمشي عند الله وكتاخذ الاذن من عنده وكيعاود يعطيها الاذن من عاد كتعاود ترجع عندنا حنا لا قلت ليه. اذا هذا ما يقال في يعني هذا الشيء ما ذكر القران ويا ريت شي واحد يجي يجاوبنا على هذه المسائل هذه. ولذا كنا حنا غالطين يجي يفسر لنا هو فين حنا غالطين لان هذا الشيء راه قران. وحتى العلماء ديال الدين الفقه ديالكم اللي كتسميهم علماء في الدين هما راه يعترفون بهذه المسائل وكيقولوها حتى في التلفزيون وكيقولوها بحال هذيك اللي قال لك الارض ما كدورش لان الا كانت كدور الا طلعت الطياره عمرنا ما غادي نوصلوا لسميتو. راكم شفتوا الفيديوهات ديالهم هذيك الشيء راه ما جايبينوش هما مرسوم ما هو مكتوب في النصوص الدينيه فهمتيني. دونك من اغلاط علميه راه هناك حتى في الورد وهذا الا بغيتو تنديرو يعني لكم فيديو بوحده مثلا البنت الا كانت بوحدها مات باها وخلاها في القسمه شحال كيتاخذ هي والوراثه غتلقى اكثر من واحد يعني غنوليو ما عليناش هذا تنديرو فيديو باش نفسر احسن. نزيد امثله كثيره مثلا حتى في مراحل تطور الجنين فهمتيني لان هذه كانت يعني مضغة علاقة وكسونا العظام لحمة وإلى آخره. ملي كتجي تشوف كتلقى هادشي كله ما كاينش يعني ما كاينش كسونا العظام لحمة العظم واللحم كيتزاد اون باراليل فهمتيني. المضغة ما كاينش مضغة لو سبير ملي كيدخل في البويضة يعني راه كيولي عند واحد لافورم وكيولي يشد واحد لافورم. ان مساله اخرى ديال ان الروح تزرع في 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 في, في الجنين ملي كيدير 3 شهور كيجي ملاك من السماء كذا وهذيك داكشي كيعاود الدين وهذا حتى هو غير صحيح لان اليوم بالتكنولوجيا المسائل ولاو كيشوفوها وكيصوروها وكيتبعوها من دخول يعني المني ديال الرجل الى البويضه يعني ولاد شي يعني عادي عندهم هنا في العالم المتقدم والى اخره. بان في لو 25 جور نهار 25 القلب ديال الجنين كيبدا يضرب بمعنى راه صافي راه السيد راه حي الى فيفون. اذا فين جات هاد الروح واشياء كثيره غادي تلقاها يعني غادي تخليك يعني اغلاط علميه يعني راه دابا نطبقوا لهم بشويه بشويه مع الوقت. ضيق راه فين درت شي فيديوهات شحال هادي وداك الشيء ما تشافوش لان الناس بيان سور تصدموا كثيرا ما ذوك الناس اللي كيبغي وكل هادي. وانا تفهم بعض الناس بساكن اللي كيبدا يقول لي الله يهديك يا الامور راه ماشي بهذه الطريقه خويا ان الله غادي يجي يهديك ولا انك الله يرتبيك ولا المسائل هذه سكر سكر. دونك هنا فين كيوصل الانسان انه كيلوح يعني كيقولوا لها كيلوح الفوطه بمعنى انه كيخرج من الدين وتما فين كيتصدم يعني كتكون واحد الصدمه اللي انا تفهم بعض الملاحده اللي ملي تشوف شي ملحد ولا شي واحد خرج من الدين وكيسب في الدين لان بيان كيحس الانسان براسو تشمات وكيحس براسو واحد كاين اللي كيبكي كاين اللي كيبغي يتفقاص كاين اللي كتجي كل واحد كي كتجي يعني لان كيكون هو حياته كامله كان في شكال وكيفكر في شكال ومعول. مثلا انا اللي بقى فيا بزاف مثلا هو الوالد ديالي كنت ناوي انني مثلا حيت مني مات كان خلاني انا دري عندي 13 عام باقي صغير. اذا كنت كان دائما كنفكر بان واحد النهار غادي نمشي نعيش معاه في الاخره وهذه هي اللي اثرت عليا وبقات فيا بزاف لان وهي في الحقيقه راه ماشي واحد ما مشى الاخره وجا باش يقول لنا شنو كاين تما. هذه اولا. ثانيا حتى الناس اللي كانوا مع الرسول هما ما شافوش يعني داكشي اللي كيشوفها الرسول وحاله ديال الرسول يعني راه حاله مرضيه يعني
شخص هو اطباء يعني بان الابيليبسي ولا لا لا انه كيتهيف لبنادم انه كيشدو مع بنادم وكيولي كيكتئب ولا كيولي كيدير شي حوايج اللي هي ما كيقدرش يديرها ملي كيكون هو نورمال. وتبين بان حتى الرسول هو كان انسان مريض بهذا المرض، وحتى هو تم الاستغلال ديالو، والدليل على ذلك انه فاش مات راه خلاو 3 ايام هو كيخلاز، ما مشاوش حتى دفنوه وجلسوا كيتقاتلوا هما بيناتهم الصحابه المبشرين بالجنه على الكرسي شكون غادي يحكم، ومن تما غادي تبدا يعني غادي تفرق موراها الشيعه هادو كل واحد المذاهب، وغادي تولي اقتتالات والى اخره، وغتبدا ما يسمى بالخلافات الاسلاميه اللي تقريبا 130 او 132 خليفه اسلامي داز عبر التاريخ، وفيهم اكثر من 95% كلهم تقاتلوا وماتوا على يد مسلمين. يعني بقى القتال وباقي اليومين هذا، وباقي الشيعة السنة، كل واحد كيقول لك انا اللي عندي الدين المري وانا هو اللي على حق وانت على باطل وهو الى اخره، ووصل الامر حتى الى تكفير المسلمين لاخوانهم المسلمين. يعني هادشي اللي كنعيشو، هادشي اللي سميتو. دونك هنا بيان سور انا دابا كنلخص لكم الخوت، باش لان هاد المسائل راه طويله، انا ماشي نجي كطلب وقت وباحث وفين هو العقل بعدا باش تقرا الحاجه وتشوفها، ماشي يقولوها لك مثلا كتبدا تجي تدافع عليها نتايا ولا كتبقى هما يعني. هي عائشه بفمها كتقول هنا ملي خداني الرسول راه كان عندها 6 سنين، هي تعترف اذا هنا على حديث ولا شي حاجه كي فهمتيني، وعنده هادشي عنده شهود وعنده هو الى اخره. وكيجي واحد يقول لك يقول لك لا راه في ذاك التاريخ راه كانت يعني عائشه عندها 18 عام ولا واقيلا بنت ديال 9 سنين ذاك الوقت راه شاده الباك خرجت من الجامعه. يعني علاش؟ لان هذا هو العقل الحمق ديال المسلمين، خوتنا المسلمين كيبغيو يدافعوا على 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 الدين، وكيهو كيزيد غير يشوه في الدين وكيشوه في راسه، وكيبغي يدير فيها محامي ديال الله، وكيزيد يبين ويثبت بان هذا الله ضعيف بيسكو ما قادش يدافع هو على راسه، وانت جاي تدافع عليه وانت ما فاهم حتى حاجه في الدين. يا ريت تكون كنتي فاهم شي حاجه، لان هذوك اللي فاهمين وعارفين راه ملي كيفهموا الدين راه صافي كيخرجوا منه، وبما في ذلك حتى هذوك علماء الدين اللي السواعدة ولا من عدد من الدول العربية. أنا تحداك فين عمر شي عالم في الدين صافط ولدو يموت في الجهاد مثلا، ولا يمشي هو نيت يموت في الجهاد، يكون النهار كامل هما جالسين أصاحبي كيصيفطوا الناس سيروا تجاهدوا، ولاد مسلمين سيروا تجاهدوا في سوريا، سيروا تقاتلوا في أفغانستان، سيروا ما تسيروا، ها وهو ما يمشيش. هو فين كيمشي هو؟ الفاكونس وفين يداوى؟ ويقول لك انت شرب الحبه السوداء. كاين اللي وصل به يعني انهم كفروا الى لان هناك احاديث صحيحه ديال البول البعير مثلا، ديال شرب البول البعير شفاء لكل داء لكل داء يعني وحبه السوداء. وإلا قلتي شي حاجه اللي هي ضد هذه المساله انت راك كافر يعني صافي. هادشي راه كاين في لي فيديو الخوت، راه ماشي كنجيب لكم شي حاجه من راسي، ولكن كنوض كنبغي نتهمهم بشي حاجه، هما سيروا جلسوا تسمعوا ليهم، راه النت عامر اليوتيوب اللي بغيتي بهاد سميتو كيتقال هادشي في التلفزيون وفي دوك المحطات اللي غزات يعني الغزو القريشي اللي عبر البارابول لانه ما عندو هادشي في فون كوميرس. ولكن هما ملي كيمرضوا ولا كيطرا فيهم شي حاجه كيمشي يداو في لندن، كيداو في المانيا، كيداو في امريكان، ولادهم كيصيفطوهم يقراو في الجامعات اللي كتقري نظريه التطور مثلا هارفارد ولا في كامبريدج ولا الجامعات اللي فهمتيني. وانت باغي تقري نظريه التخور وغادي تخرج مخور في مخك ما فاهم حتى حاجه، وضحكين عليك بسميتو بالمؤامره، ما المؤامره وان الغرب الكافر
راه ما خلاناش نديرو هو اللي سبب التخلف ديالنا، وهذا غير صحيح، لان سبب التخلف ديالنا خويا راه هو حنا، والدين الاسلامي حتى هو لعب دور كبير في تخلف الامه الاسلاميه. وهانت الا كتقول لي شي دوله متقدمه عندك، واش ليها هي من القدامات؟ تقول لي في التنميه البشريه قطر، قطر راه فلوسها يعني. الامير راه واخا شفار راه مهلي شويه في الشعب في قطر. تقول لي تركيا، تركيا لولا العلماني يعني دار لهم اتاتورك، فهمتيني، ونهار اللي دارها راه دارها صحه ماشي بالخطا. يعني راه ما كنتيش اليوم غادي تشوف تركيا تقدمت يعني في وسط، واليوم حتى دوك المكتسبات ها هو اليوم اردوغان جالس كيهرس فيها. يعني ما كاينش شي دوله او شي نموذج اللي نقدروا نقولوا. انا تقول لي ماليزيا، ماليزيا حتى هو راه نموذج اللي هو علماني، وخداو اصلا دستور انجليز وطبقوا عليهم، حترجموا وطبقوا عليهم وخداو منه اللي هو سميتو. دونك ما كاينش شي حاجه شي دوله اللي هي اسلاميه متقدمه. ملي كنقول انا دوله اسلاميه بمعنى يعني تطبق الشريعه الاسلاميه، لان راه ما كاينش اسلام بدون تطبيق الشريعه الاسلاميه. صافي، الا ما كتطبق الشريعه الاسلاميه انت مظلم مع المظلمين، مع الاخرين اللي هما يحللون ويحرمون داكشي اللي بغاو كيف بغاو على هواهم. وانت كتشوف حتى دابا، عمرك سمعتي اخويا شي علماء مثلا ديال الدين نضو خرجوا ضد يعني الحكام العرب ولا الحكام المسلمين؟ ولا ممكنش، ما يقدرش. ديني ها انت شوف شنو طاري عندك نيت في المغرب، عمرك سمعتي شي واحد غادي يدوي على لا يدوي لكم الفتنه ولا للفتنه وقب والفتنه نائمه قبح الله من ايقظها وصافي، وما تحقدوش على الاغنياء لان الله اللي رزقهم، فهمتيني، هو الله اللي بغى يشوفهم. اذا هنا تاهنا فينا هو العدل ما بين هنا عند الله ما بين الناس، وهو الى اخره ولا اعطاويل. اذا هو كله استغلال اخويا باسم. حتى نزيدك مساله اخرى، ان لما انسان كيخرج من الدين هنا يعني الاسلامي، هنا في كيمشي يلتجا الى مثلا اما لا لود لاتراكسيون ولا علاش، لان كيولي عنده في حياته واحد التقبه كبيره كان معمرها بالله وبالدين، لانه هو جميع الاشياء اللي كيتجاهلها واللي ما عندوش عليها اجوبه، لانه منذ القدم غادينا هو الانسان هو يتساءل شكون اللي خلق هذا الكون، علاش جينا حنا، شكون خلقنا، مني ما كيلقاش لها اجوبه اللي سميتو كتقنعو واللي غادي هو يردها الى الاله، ويعني ويتعايش مع هذه المساله سميتو. دونك بالنسبه كيف قلت لكم، بالنسبه للناس اللي كتخرج من الدين وسميتو كاين اللي كيلجا مثلا لديانه اخرى مسيحيه كيلقى فيها راحته والى اخره، بينما كاين اللي كيبقى ربوبي مثلا يؤمن ان هناك خالق للكون، ولكن راه ماشي بشرط بديك الطريقه اللي عاودوا ليك هما في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ يعني الـ في الديانات السماويه او في الاسلام او في سميتو. دونك هنا الانسان كيولي روبوبي، كيتسمى روبوبي ولو انه خارج من الدين، ولكن يعتقد بان هناك خالق. هذه المرحله الاخيره باش كيوصل الانسان للحد، وهو اذا انت تعتقد وتظن ان هناك شيء كيخلق شيء، بمعنى ان حتى داك الشيء اللي خلق هذاك الشيء راه حتى هو مخلوق. ما تقولش يلا هو غادي يخلق راسو بيديه، وعلاش الشيء الاخر ما يخلقش راسو بيديه؟ اذا هنا السؤال كيتطرح، يعني اذا الا كان شيء كيخلق شيء انت كتامن بهذه المساله، اذا حتى داك الشيء اللي هو الاله حتى هو راه خلقه شي واحد، ما يمكنش خلق هو راسو بيديه. انت هذه كتجيك في شي شكل ملي يقول لك بنادم هو ميمكنش ياك، ولكن فاش كيقول لك الملحد مثلا ورث الطبيعه راه خلقات راسها بيديها، لا كتجيك في شكل انت، مع العلم ان راه نفس المعنى بلوز او موان هذاك في الاتجاه الديني وهذا في الاتجاه اللي هو علمي. اذا الا كنتي كتامن بان الشيء كيخلق شيء، اذا حتى داك الشيء راه عنده خالق ديالو.
هنا موراها الانسان مباشره كيفهم وكيعرف بان تقدر يكون شي ما نعرف. انا يعني كاين بعض الناس اللي كيبغيو يعرفوني انا تنشفين ما هو التوجه ديالك حتى شنو هو الدين ديالك ولا سميتو. لا انا بالنسبه لي انا خويا انا انسان يؤمن بالعلم. كيف قلت لكم كاين ناس كتبغي تسول يعني انسان يؤمن بالعلم. انا بعدا باش كيعجبني العلم انه ملي ما كيتوصل لواحد المساله وما كيلقاش ليها اجوبه وحتى العلم فاش كيجي يجاوب على واحد المساله راه كيجاوب عليها بحجج وادله بمعنى الحفريات بمعنى الادهان يعني بالجيولوجيا البيولوجيا بواحد العدد ديال الحجج والادله اللي كتدخل لك الفكره للمخ ماشي بحال اشياء اللي مثلا واحد طلع في بغلاء ما نعرف وهل هذا ممكن يعني راه ما يمكنش فهمتيني علاش لان قالوها في الدين صافي انت ما اصلا هما منعوا عليك حتى انك تتساءل وتسال عن اشياء لا تسال عن اشياء تبدو لكم فهمتيني بينما العلم لا العلم ملي كيعجز وما كيلقاش واحد الاجوبه على شي حوايج مثلا حيت كاين بعض الناس غيجي يقول لي اخا شكون اللي خلقنا هما اللي انا كنت معاه هو كيخلق وانا حاضر شكون اللي خلقنا وشكون اللي قال لك اخا كاين اله اخر بطريقه اخرى هاد الطبيعه هي الاله يلا اذا كتبقى اشياء اللي هي سميتو العلم باش كيعجبك انه كيسكت صافي ما كيبقاش يزيد من راسه بينما الدين ملي كيعجز على انه يثبت وجود واحد الحاجه صافي يردها الى الاله وكيبقى يزيد من راسو وراه هناك الجنه والنار وكذا وكذا مع العلم ان هذا نفس الكلام ديال الجنه والنار راه هو نفس الكلام اللي كاين ازيد من 4300 ديانه فوق الارض كلهم كيقولوا نفس الهضره الجنه والنار سميتهم لا 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 خاصك دير مزيان باش تمشي للجنه وخاصك تكون يعني وانا هو شعب الله المختار كلهم كيقولوا نفس الهضره 4300 ديانه كاينه فوق الارض راه كاين الديانات اللي كتسميوها السماويه داكشي واننا حنا هي الطائفه اللي غادي تمشي للجنه واللي الله اختارها وكذا وكذا يعني نفس الاشياء وحتى الا مشيتي قريتي على الاديان غادي تلقى بان الاسلام هو مجموعه قصص مأخوذة من المسيحيه واليهوديه والوثنيه وهناك قصص اللي مثلا حتى في ديانات اخرى هما عارفينها لانها غير قصص يعني دايرينها باش ياخذوا منها الناس العبره الاسلام كرسها ودارها بانها راها بصح هادشي راه فيه باقي بزاف الخوت ما يتقال الفيديو راه جو بونس فاتش يعني نص ساعه اكتفي بهذا القدر وراه مازال غادي نطرقوا المسائل الاخرى وتحياتي لكم وشكرا.